قادرة على محو 24 مدينة في أقل من دقيقة. الغواصة النووية أوهايو ترس في الشرق الأوسط. صممت من قبل الولايات المتحدة ودخلت الخدمة عام 1981. يمكنها الغوص حتى عمق 240 متراً بجانب قدرتها على البقاء داخل الأعماق لمدة 60 يوماً. وكشبح البحر تقوم بدورياتها في محيطات العالم بصمت وتبحر بسرعة تصل إلى 20 عقدة. تم تزويدها بميجاتون من القوة النارية النووية، وتستخدم لمناورات الردع النووي وإطلاق الصواريخ الباليستية وكروز، بجانب أنها قادرة على حمل 24 صاروخاً نووياً. وزودت أيضاً بصواريخ توماهوك الأمريكية ودعمت بأحدث الأجهزة. ولكن الغريب تواجدها الحالي في قناة السويس بحجة كبح تصعيد الوضع في القطاع المحاصر. بحسب توقعاتك للأحداث الحالية، هل هذه رسالة ردع من أمريكا لإيران ووكلائها؟